فإذا إذا كانت شركة الطيران راح تسير رحلة على خط لونج هول يسمونه، يعني بعيد، تكلفته طبعا عالية جدا من تكلفة تشغيلية وغيرها، ولكن هي محددة بعدد معين من المسافرين. يعني لا يمكن لشركة طيران الخليج أن تحمل على الرحلة الواحدة أكثر من 40 مسافر أو 50 مسافر. في هذه الحالة راح تسير طيران الخليج الرحلة، ولكن تكلفة التذكرة راح تكون عالية جدا. اليوم تذكرة سفر بحرين منلا وجهة واحدة بس بدون المرجح one way تتجاوز 500 دينار في بعض الحالات، وهذا طبعا شيء خيالي، ولكن هذه مفروض على شركة الطيران، وليس هناك يعني سبيل آخر. لا يمكن لشركة الطيران أنها تحمل يعني أي مسافر يرغب بزيارة بنغلاديش، لازم يكون من الجنسية البنغالية، لازم يكون زائر خارج البلد، لأن إذا كان من الجنسية البنغالية وعنده إقامة عمل في البلد آخر لا يمكنها أن يعود إلى بنغلاديش في هذه الفترة إلا بإذن خاص من السفارة. فإذا هني شركة الطيران ستسير هذه الرحلات ولكن بمحدودية جدا، هذه قاعد يأثر في أسعار تذاكر الطيران في بعض الوجهات. اليوم الدور الأكبر يجي دور هيئة السياحة والمعارض في تسويق للاستثمار السياحي في البلد. يعني اليوم كمكتب سياحة، مكتب سياحة، أنا أعطيني منتج أنا أسوق لك، أنا عندي نتورك، عندي شبكة تعاملات حول العالم، بإمكاني أن أصل إلى يعني المسافر في القارة الأوروبية أو الأمريكية أو الآسيوية أو غيرها من خلال شبكات مكاتب سفر وسياحة تعمل معنا. ولكن المنتج نفسه لا يمكن لمكتب السفر أن يقدم، يعني لازم كل واحد يأخذ دوره. اليوم الترويج للاستثمار السياحي شيء ذو أهمية عالية في البحرين. هيئة السياحة والمعارض ما قصرت، قاعدة تعطي مشاريع، ولكن اليوم المفروض أن التوجه يكون لتشجيع على الاستثمار السياحي، جلب القطاع الخاص سواء رأس المال الأجنبي أو رأس المال المحلي في مشاريع حيوية تخدم القطاع السياحي في البحرين، ليتم الترويج لها من خلال مكاتب السفر والسياحة.